الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني مسؤولين عن دخول المساعدات. الهلال الأحمر المصري من الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني من الجانب الفلسطيني. احنا صرنا بنعمل على هذا الموضوع أكثر من أسبوع، تجهيز من الجانب غزة، تجهيز مستودعات وتجهيز الإمكانيات والنقل إلى ما آخره في حال في اللحظة التي تدخل فيها المساعدة. طبعاً هذا كله يتم خلال تحت القصف والضرب والدمار، لكن استطعنا أن تكون هذه اللجان جاهزة، تكون في قدر المستطاع قادرين على استيعاب ونقل هذه المساعدة، وإن شاء الله يكون في قدرتنا، لأنه الاحتياج الأكبر هو في المستشفيات، وأكبر مستشفى اللي هي حاملة الضغط الأكبر من جرحى وشهداء إلى آخره هي مستشفى الشفاء في غزة التابعة لوزارة الصحة. وإذا كان هناك إعاقة لنقل المساعدات من رفح إلى شمال وسط وشمال غزة، فذلك سيكون أيضاً نقطة هامة للمجتمع الدولي من أجل أن تضغط، لأنه الاحتياج موجود في وسط وشمال غزة